صباح الخير عليك يا أسماء، ونهارك ونهار كل مشاهدينا يا رب جديد ودايما سعيد. أشكرك وأهلا بكم مشاهدينا إلى موجز الأنباء، حيث ارتفع عدد ضحايا مركب رشيد للهجرة غير الشرعية إلى 204 قتلى، وذلك بعد انتشال 33 جثة أحدهما لطفل لم يتجاوز الرابعة من عمره، وذلك إثر تعويم المركب الغارق. ويتواصل البحث عن جثث مزيد من ضحايا المركب الذي نجا منه 164 مهاجرا من مصر ودول الإفريقية أخرى. أعلنت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية أن المدينة تعرضت لهزة أرضية خفيفة لم تدم سوى ثواني، لكن السكان شعروا بها ولم تسفر عن خسائر بشرية ولا أضرار مادية. من المقرر اليوم الإفراج من سجن مزرعة طرة عن إسلام البحيري المحبوس في قضية ازدراء الأديان أو ازدراء الدين الإسلامية، وذلك بعد قضاء فترة حبسه لمدة عام في القضية الذي رفعها ضده الأزهر الشريف. التقى وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي وفدا رفيع المستوى من الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلنطي الناتو الذي يزور مصر حاليا، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين القوات المسلحة المصرية وناتو، وذلك في ضوء تطورات المنطقة والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب واستعادة أمن واستقرار الشرق الأوسط. عقب مباحثات مع وزير النقل الروسي ماكسيم سوكولوف، قال وزير الطيران المدني شريف فتحي إن الوزارة تبحث وضع اتفاقية بين مصر وروسيا تتضمن الإجراءات الأمنية والآليات التي سيجرى اتباعها عند استئناف الرحلات الجوية الروسية، فيما تحدث الوزير الروسي عن وجود استعدادات كبيرة لاستئناف الرحلات في القريب العاجل. توفي الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز عن عمر ناهز 93 عاما، وعلى مدى مشواره السياسي شغل بيريز كل المناصب السياسية العليا في إسرائيل، لا سيما منصب رئيس الوزراء الذي تولاه 3 مرات. رفضت قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة دخول مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، وذلك عقب استهداف طيران الجيش السوري طريقا كان من المقرر أن تسلكه القافلة التي تتكون من 36 شاحنة محملة بمواد غذائية وطبية. حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا مارتن كوبلر من أن ليبيا تواجه تطورات عسكرية خطيرة ومأزقا سياسيا، وأمام مجلس الأمن الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف انتقد كوبلر سيطرة قوات ليست تابعة لحكومة الوفاق على منطقة الهلال النفطية، إضافة إلى عدم اعتراف مجلس النواب بالحكومة. The world does not change overnight here, and there are positive sides, in particular with the oil. للمرة الأولى في تاريخ رئاسة باراك أوباما يعتزم الكونغرس الأمريكي تجاوز فيتو فرضه أوباما، وذلك لتفعيل مشروع قانون يسمح لذوي ضحايا هجمات سبتمبر بمقاضاة الحكومة السعودية، حيث يبدأ مجلس الشيوخ اليوم مناقشة نقد الرئيس لمشروع القانون الذي يعتبر أوباما أنه يضر بمصالح بلاده. سجلت المناظرة الرئاسية الأولى بين المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب رقما قياسيا، حيث تابعها 84 مليون مشاهد على محطات التلفزيون الأمريكية، بينما كان الرقم القياسي السابق 80.6 مليون مشاهد لمناظرة جيمي كارتر ودونالد ريغان عام 1980.
من أخبارنا المنوعة ما أقدم عليه النجم الأمريكي توم هانكس، فبينما كان يستريح من الجري شاهد عريسين يلتقيان صورة في حديقة، فما كان منه إلا أن توجه إليهما وقبل يد العروس المصدومة والتقط صورة معهما وتمنى لهما حياة سعيدة. رياضيا، تقام اليوم 3 مباريات ضمن الأسبوع 3 للدوري الممتاز لكرة القدم، حيث يلتقي سموحة وطنطا في 3 عصرا، ويلعب الشرقية مع المصري في 6 مساء، بينما يواجه الأهلي وادي دجلة في 9 مساء. قادمة من كولومبيا عادت إلى القاهرة بعثة منتخب مصر لكرة الصالات بعد أن حقق إنجازا غير مسبوق بوصوله إلى ربع نهائي بطولة العالم إثر فوزه على إيطاليا 4-3 في دور 16 قبل أن يخسر أمام الأرجنتين. نهاية الموجة، شكرا لكم مشاهدينا. بعد الفاصل عودة لنهار جديد، والزملاء خالد عليش وأسماء مصطفى، إلى اللقاء.